بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحتين 98-99 من كتاب اللغة الفرنسية للمستوى الأول ابتدائي Dire, faire et agir pour apprendre le français. Graphisme. الرسم. L'environnement, البيئة. Alternance, trait et point. Alternance, التناوب, يعني تناوب الخطوط والنقاط. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. إذا ألاحظ وأكتشف أن هذا الشكل شكل سحابة، وهنا يعني المطر يسقط على شكل يعني نقاط وخطوط، نقطة خط نقطة خط بشكل مستقيم. جو مونترين، أتدرب. أتدرب على رسم الخطوط بين هذه النقط بشكل مستقيم. سوف نستعمل المسطرة والقلم. هنا سوف نرسم هذه الخطوط بشكل عمودي. Je reproduis des traits et des points alternés. يعني أنتج و يعني أستثمر خطوط ونقط بتناوب. سوف نرسم مثل هذه النقط والخطوط تحت هذه السحابة. Je m'évalue au coin. Je m'évalue au coin. أتمم رسم هذه الخطوط والنقط بواسطة المسطرة والقلم. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. La lettre I. كيف أكتب la lettre I؟ إذن أبدأ من هنا ثم من هنا. أتبع هذه الأسهم. Je repasse sur les pointillés. إذن أكتب فوق هذه النقاط. J'écris, أكتب, أكتب la lettre I. Je recopie, encore, le menu.
وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.